أبو القاسم الزجاجي. هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي داراً ونشأة، النهواندي أصلاً ومولداً، كان إماماً في النحو، وسمي بالزجاجي لأنه صاحب أبا إسحاق الزجاج العالم بالنحو واللغة، فنسب إليه وعرف به، وسكن دمشق وانتفع الناس به وتخرجوا عليه. أخذ النحو عن محمد اليزيدي وابن رستم الطبري وابن دريد وابن الأنباري، وصحب أبا إسحاق إبراهيم الزجاج، وكان من خاصة طلابه، وروى عنه أحمد بن علي الحلي وعبد الرحمن بن عمر بن نصر. له عدد من المصنفات في اللغة والنحو، أبرزها كتاب الجمل في النحو، وهو كتاب نافع من الكتب المباركة، لم يشتغل به أحد إلا وانتفع به، ويقال إنه صنفه بمكة، وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا الله تعالى أن يغفر له وأن ينفع به قارئه، ويقال إنه لم يضع مسألة فيها إلا وهو على طهرة، وقد شرح كتاب الجمل كثير من كبار النحاة. ومن كتبه الأخرى الإيضاح في علل النحو، شرح خطبة أدب الكاتب، وشرح أسماء الله الحسنى، والأمالي، وحروف المعاني، وكتاب اللامات. توفي أبو القاسم الزجاجي بدمشق، وقيل بطبرية، سنة 439 أو 434 من الهجرة.